السلام عليكم، معكم مصطفى شقار، مدير مدرسة في الشاري. اللي كنشكركم بعدا بالحضور ديالكم معنا هنايا في مدرسة الشاري لتغطية هاد الحدث. هو عملية استغلال فترة الحجر الصحي للقيام ببعض الرسومات لتزيين أولا المؤسسة، ثانيا لحمل بعض الشعارات وبعض المبادئ اللي يمكن أننا نبلغوها سواء للتلميذ أو للزائر. وكيف ما كتشوفوا مثلا هنا مقتطفات من النظام الداخلي للمؤسسة، يعني أن التلميذ حتى هو عنده الحقوق، عنده الواجبات، شنو خصو يدير شنو ما خصوش يدير، باش نعطيه حتى هو أنه يعتمد على نفسه ويقوي الشخصية ديالو. هاد العملية كلها هي كنعتبرها أن هدية لجميع التلميذات والتلاميذ والأساتذة والزوار للأمهات والآباء ديال المؤسسة اللي كيحضروا، نظرا لأن حتى هما ضحاو خلال فترة الحجر الصحي أنهم التزموا بالبيوت ديالهم، وأن الأساتذة رابطوا في البيوت ديالهم وأدوا الرسالة النبيلة ديالهم وهي التدريس عن بعد. هاد العملية كلها كتدخل في إطار واحد العملية اللي أنه إحنا كمواطنين خص كل واحد يعطي من ما عنده، مثلا الطبيب أو الممرض أو الجندي أو رجل الأمن أو كذلك رجال ونساء التعليم، راهم كيبذلوا مجهودات جبارة باش تكون المدرسة في مستوى تطلعات ديال الجميع. كنشكر بالمناسبة جميع المتدخلين في العملية التربوية والإدارية، منها مصالح المديرية الإقليمية بالمحمدية على رأسهم السيد المدير الإقليمي، وكنشكر كذلك رجال ونساء الصحافة والأمهات والآباء، وكنشكر جميع السلطات اللي تحمل المسؤولية أنها تواجه هذا الوباء هذا. كنتمنى أنه يترفع في أقرب وقت الحجر الصحي وأنه يبقى عندنا صفر مصاب في المغرب. كنتمنى عواشر مبروكة للجميع، وكنقول لكم أنه هذا هو هدية للجميع، وشكراً.